ما بعرف ليه الناس كتير مستغربة من تعليق ياسر على ماي ستوريز. انا ياسر بعرفه اكتر من 5 سنين، تخيلوا فجأة قلب علي، بس هو من حبه لإلي قلب علي، انه كان يغار علي بس كون بسعودية. ليش حسه بس كون بسعودية بيقلب علي من غيرته علي؟ انه بس مش ما عندي مشكلة معه يعني شخصية، بالعكس انا بحبه كتير بضحكني. بس هو ما هو مش كل شيء بتشوفوه بتسمعوه على ميول. كل الرجال دايما قدام البنات الحلوة يفتح تمهم. كل الرجال ليش كلكم عم تقولوا عنه خروف؟ مش خروف، واحد عنده مشاعر تجاه واحدة دغري عملتوه خروف. بحبني الصبي، خلص افهموا. بس ما مشكلة، حب غريب، حب بس بيعبر عنه بطريقة غريبة. باي ذا واي، ليش انتوا هيك بتقطعوا الرزقة؟ ليش؟ ليش؟ ليش انتوا هيك انا ما بعتبرها فضيحة الصراحة. سنت هو قال لي شيل المحادثة، شيل المحادثة، بس قلت له ليش بدي شيلها؟ خلي الناس تشوف الجانب الحنون تبعك، حنون الصبي. الصبي كله مفعم بالمشاعر والحنية. بالعكس قلت له فرجي صورتك الحلوة للناس، فرجي انك انت حنون وبتخاف على مصلحتي. مش كل شيء بتشوفوه صدقوه وفهموا، مش كل شيء اللي بيعمل حاله عنتر عليكم وانا ما بيهمني هيدا وانا ما بيهمني وانا بينتقد البنات. كل الرجال عندهم غريزة، خلص بس يشوفوا بنت حلوة بيضعف. يعني هو in the end of the day ضعف، خلص ما تحمل. شو بنعمل؟